بصوا، جبت لكم القطعة دي المفروض قطعة بتمسح أستيكة، بتمسح أي تراب أو أي حاجة في الجزمة، فأنا مش عارفة بجد دي حقيقة ولا لأ. فتعالوا كده نجربها ونشوف الأستيكة دي فعلا هل هي هتقدر تقضي على كل التراب اللي بيبقى في الكوتشيهات البيضة زي ما هو مرسوم عليها كده. طبعا مش هعرف أقرأ على أي حاجة غير رسمة الكوتش الأبيض. المفروض زي ما انتم شايفين هنا الشوز ده هو فيه تراب والله، بس هو مش باين قوي. بس هوريه لكم اهو، هنا بصوا فيه تراب اهو باينه، يعني هو اكيد انا مش هطلع في اللايف يعني الكوتش يكون كله بايظ، بس على الاقل هو الجنب ده اهو في تراب. تعالوا نشوفوا بقى الاستيكه دي هتعمل ازاي. تعالوا بقى نفتحه كده ونشوف شكله. بصوا هي الكرتونه بتتفتح كده اهو، شكلها انا طبعا هو مش يعني حتى لو في تعليمات مكتوبه اكيد انا مش هعرف اقراها فملهاش لازمه. تعالوا بقى نفتح الممحاه دي ونشوفها هي عامله ازاي الاستيكه فعلا، يعني هي استيكه قوي، ونشوف هتعرف تمسح ولا لا. احنا عندنا اهي في تراب اهي، تمام. شوف بقى كده. طب يا جماعه هي طلعتها فعلا، اعتقد باينه. طيب تعالوا نشوف الجنب اللي مليان تراب هنا اهو، ده بصوا الجنب ده كده في تراب اهو كتير، مش واضح ولا لا عندكم يا جماعه؟ دي بتبيض اصلا الجزمه والله العظيم بجد، دي بيض الجزمه فعلا. بصوا الخط ده اهو مبقاش فيه تراب خالص اهو، يعني دي يعني الممحاه دي احنا ممكن ناخدها، معرفش بصراحه في القماش بس هنجرب. لا ما افتكرش في القماش هتطلع، لا يا جماعه طلعت حتى في القماش طلعت. بصوا بتشيل بسرعه جدا جدا. طيب هنا في برضه اهو في الجنب ده اهي، والله يا جماعة طلعت بجد. طب تعالوا نشوف كده لو شوز بايظ خالص هتطلع ولا لا. طيب تعالوا نشوف الشوزة دي كده، اعتقد التراب دي باين فيها قوي، ماشي همسح بس حتة صغيرة، ننضف الاستيكة. طب يا جماعة بصوا اعتقد انتوا تشوفوها اهي، بصوا الفرق، بصوا الفرق، معرفش واضحة عندكم ولا لأ، بس والله فعلا يا جماعة طلعت فعلا التراب. هي ممكن تكون ايه، ممكن اطفي الفلاش كده اهي، بصوا باينة كده اكتر من غير فلاش اهو. بصوا كل ما بنزل كل ما بتنضف اكتر اهو، بصوا يا جماعه شايفين. فبجد طبعا زي ما انتم شايفين هي بجد حلوه جدا. انا لقيتها في محل كان بتاع اكسسوارات وكده فاشتريتها. ده شكلها يا بنات عشان تبقوا عارفينها، الممحاه بتاعه الجزم البيضه، اختراع بصراحه تحفه. فلو لقيتوه هاتوه، ممكن برضو تلاقوه على امازون او جوميا او الحتت دي، برضو ممكن تشوفوه في الابليكيشن ده. بجد كانت من اسعد التجارب، لان انا اصلا بلبس تقريبا غير جزم بيضه. فبجد هاتوها، بس هي بقى بتخلص، يعني هي مشكله، هي بتخلص زي الاستيكه بالظبط، بتخلص زي الاستيكه بالظبط، فممكن تجيبوا منها كذا واحده. فبجد ده اختراع ممتاز قوي. اللي يعرف دي بتتباع فين يا جماعه برضو ممكن يقول لنا، لان انا كنت لاقيها اخر قطعه ما كانش منها تاني. فاللي يعرف الحاجات دي بتتباع فين يا ريت برضو يقول لنا، بس هي فكره حلوه وكمان سهله، وممكن تشيليها معاكي في الشنطه تسافري بيها، يعني مفيش منها اي ضرر او تكلفه كمان، لان يعني الواحد تعب من الورنيش الابيض والحاجات دي.
في كمان فكره تانية هنزلكم بيها لتنظيف الكوتشيهات البيضه هقول لكم عليها. فبجد دي ده يعني فكره جامده جدا، فاتمنى ان انتوا تجيبوه اللي جابوا كمان يقولي رايه فيه. شكرا.